ونروح لعروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية اللي في حالة الأمر بتشهد تقلبات في الأحوال الجوية وأمطار، وده بالتزامن مع نوة الكرم اللي تأثيرها وصل لبعض المحافظات الساحلية وشهدت أمطار متقطعة من حين لآخر. خلونا نطمئن على يعني حالة الطقس هناك وكيف يعني يعمل أو تعمل الجهات التنفيذية تحديدا للتصدي لهذه النوة من خلال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللي بينضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح الخير يا استاذ احمد على حضرتك والساده المشاهدين والاستاذه منى، وصباح جميل من اسكندريه. صباح الخير عليك سياده اللواء. يعني سياده اللواء، عاوزين نعرف من حضرتك في البدايه الوضع الان في محافظه الاسكندريه بعد هذه الموجه الخاصه بالامطار والنوى. استاذ احمد، هو طبعا من يوم الاثنين احنا الرصاد بلغونا ان يعني اول امبارح يعني ان في تقلبات جويه، ورفعنا الحاله فعلا كل الاجهزه التنفيذيه المحافظه خصوصا اجهزه التعامل مع الامطار من صباح يوم الاثنين. يوم الاثنين مساء كان في برد شديد جدا، وبدات الامطار وبرق ورعد بشده كبيره جدا على معظم انحاء المحافظه. واستمر الكلام ده برضو امبارح الثلاث برضو في اوقات متفرقه، برضو امطار متوسطه وغزيره على معظم الاحياء. وخلال الليل امبارح يمكن الساعه 12 مثلا كان في برضو نفس الكميات دي ونفس الموقف، برضو برد وبرد بقى اللي هو الثلج بينزل يعني مع الامطار الساعه 12 للساعه 1 تقريبا كده على شرق اسكندريه بالذات. النهارده من يعني طول الليل كده خفيفه ومتوسطه، من الساعه 7 كانت شدت شويه على شرق اسكندريه برضو. يعني حاليا انا بكلم حضرتك ما زال يعني من ربع ساعه كده كان في امطار على شرق اسكندريه على المنتزة اول ومنتزة ثاني. نعم، الحمد لله الامور مستقره، الاجهزه كلها يعني رفعت درجه استعدادها، بنتعامل اول باول مع اي تجمعات بتظهر ومع اي شكاوي بتيجي من اي جهه من جهات المحافظه بيتم التعامل فيها فورا، كل الاجهزه مستنفره على مستوى المحافظه بالكامل. سيادة اللواء، يمكن اتعلمنا من الأخطاء الماضية وبقينا بناخد بالنا إن احنا بقينا عارفين إن في أماكن قد تكون أكثر تأثرا من غيرها بالأمطار، وأعتقد إنه ده رفع درجة الاستعداد، بقينا مستعدين أكثر، بقينا مجهزين بقى إيه، عربيات لشفط المية، عملنا نظام معين للصرف الصحي، عملنا إيه بحيث إن احنا نتعامل مع تساقط المياه الغزيرة اللي احنا شفناه بقاله يمكن سنتين ثلاثة بيحصلوا ورا بعض. فعلا استاذه منى كده احنا يعني الاداره العامه للمرور في المحافظه، واحنا طبعا بنحييهم ونشكرهم على جهودهم المستمره مع كل اجهزه التنفيذيه في المحافظه، رصدوا عدد من النقاط اللي هي دايما بيجي فيها بلاغات اثناء الامطار. بالاضافه ان احنا جالنا بلاغات من خلال غرفه عمليات المحافظه وعمليات النجده ان بعض الاماكن اللي هي ما فيهاش مش في طرق رئيسيه بقى، في بلاغات من المواطنين ان في تجمعات مياه امطار عندها. وصلنا النقط دي حوالي 155 نقطه على مستوى المحافظه. مفيش نقطه من دول احنا سايبينها بقى لما محطين فيها عربيه شفط يعني او معده اللي بنسميها احنا بداله عشان تسحب الميه من المكان ده على طول وتقلل المشاكل. طبعا حضرتك احنا يعني الدوله وفرت لنا حاجات كتير قوي في اسكندريه هنا، وعلى سبيل المثال يعني رفع وكفاءه منظومه الصرف الصحي ودي اتكلفت كتير جدا، نتكلم في حوالي 2.5 مليار جنيه بالاضافه الى منظومه وهي كانت بحاجه عاجله لتجديد بقى لها فتره. تمام، بالاضافه حضرتك منظومه فصل مياه الامطار اللي بدانا فيها السنه دي وبرضه الدوله موفره اللي فيها نتكلم في حوالي مليار جنيه ثاني لمنظومه فصل مياه الامطار، ثلاث مشروعات من المرحله الاولى خلصوا، ان شاء الله المرحله كلها تكمل ان شاء الله خلال السنه الحاليه، وبقيه المراحل لما تكمل هتلاقي حضرتك اسكندريه ترجع زي زمان، لما ينزل اي شتاء تلاقي حضرتك الشوارع مغسوله ومفيش اي تاثير على اي تجمعات على مستوى المحافظه بالكامل. اكيد ان شاء الله. طيب سياده اللواء، خلينا نطمئن من حضرتك برضو على الحركه المروريه، وهل في شوارع او اماكن تم غلقها بسبب يعني هطول او وجود تراكمات للمياه فيها؟ وفي حاله وجود تراكمات للمياه في اي مكان في محافظه الاسكندريه تحديدا، هل في خط ساخن ممكن نقوله يعني نواجه عنايه الساده المشاهدين ب يعني اللجوء اليه في حاله وجود هذه التراكمات؟ تمام يا استاذ احمد، هو طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك كده احنا كلنا الاجهزه كلها في المحافظه تحت قياده معالي الوزير المحافظ، كلنا متصلين ببعض بلاسلكي، بنسمع بعض بنكلم بعض على طول. فحضرتك احنا لو غرفه عمليات المرور عندها اي بلاغ باي طريق توقف اسكندريه يبلغنا على طول وبيتم التعامل الفوري معاه. مش الطرق اللي جوه اسكندريه بس، كمان الطريق الصحراوي اللي بره طريق القاهره اسكندريه الصحراوي، طريق اسكندريه مطروح الساحلي،
كل الطرق دي لو في اي بلاغ منها المرور بيبلغونا على طول، بنتعامل فورا. واحنا برضو موقفين لينا عربيات ولينا معدات واقفه على مستوى المحافظه بالكامل. نعم. اللي حضرتك تفضلت بيه موضوع البلاغات، احنا عندنا صرف الصحي اسكندريه، صرف الصحي القاهره، الرقم الساخن بتاعنا 175، يعني يتصل بيه موبايل او من الارضي 175 بتاع القاهره او اسكندريه، يتصل بيه المواطن 175 لصرف نعم. صحي اسكندريه وصرف صحي القاهره. بقيه شركات الميه 125 الخط الساخن بتاع شركات الميه والصرف الساخن. نعم. سيادة اللواء، في إطار التوجيه من الدولة في الاستعانة المثلى أو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المصرية وعدم وجود تهدير، حضرتك بتقول أنه بالفعل حصل ثلاث مراحل من مشروع فصل الأمطار، المفروض أن هو فضل لنا كام مرحلة، والمفروض أن هذه المياه كيف يتم الاستفادة منها مستقبلا؟ استاذ منا، هو طبعا المرحلة الأولى دي فيها 9 مشروعات، خلص منهم 3 مشروعات. المرحلة الأولى دي تشمل الجزء بتاع اللي كان بيحصل فيه اكثر المناطق الساخنه في اسكندريه. تشمل جزء منها على الكورنيش، وجزء في طريق ابو قير، وجزء في عمق اسكندريه شويه. فخلص منهم 3 من 9، 3 مشروعات من 9 اللي هي المرحله الاولى. المرحله الاولى 9 مشروعات، خلص منهم 3 خلصوا خلال شهر 9 10 السابقين. الثلاث مشروعات دول المطلوب منهم انهم يعملوا ايه سياده اللواء؟ جاي لحضرتك اهو. ايوه، الاستشاري بتاع المشروع ده كلية الهندسة جامعة اسكندرية، وبرضه سادة دكاترة أفاضل حافظين اسكندرية طبعا. وعارفين كل حاجة فيها طبعا. فبالتالي هم أحسن ناس يدونا الفكر ويدونا الرؤية للتصرف يعني. نعم. اللي بينفذ المشروعات دي عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبرضه حاجة محترمة جدا يعني، فترة صغيرة جدا في خلال شهرين خلصوا 3 مشروعات دول، شهر 9 وشهر 10، وإن شاء الله الباقي يكمل بإذن الله اللي هم 6 مشروعات. والحاجات دول كلهم بيفصلوا مية المطر على مية الصرف الصحي وبيتجمعوا. المرحلة الأولانية ودينا المية اتجاه الكورنيش. في المستقبل ان شاء الله المياه دي هتتجمع ويستفاد بيها. ويمكن الحاجه اللي انا عايز برضو من خلال برنامج حضراتكم اقولها، ان برضو الدوله مشكوره بتنفذ مشروع حاليا، تاخد كل ميه الصرف الصحي المعالج. نعم. ميه الصرف الزراعي، وتوديه لمشروع الدلتا الجديد اللي هو 7.5 مليون متر مكعب في اليوم، اللي هو ان شاء الله كده هيبقى امل كبير قوي بزراعه المنطقه دي، واللي شغال فيه برضو عناصر الهيئه الهندسيه شغالين بمعدل عالي جدا بسم الله ما شاء الله. ويمكن خلال السنه الجايه ان شاء الله المشروع ده يتفتح، 7.5 مليون متر مكعب مية صرف صحي معالج وصرف زراعي ومية أمطار كمان. طيب سيادة اللواء، يعني السؤال الأخير، حضرتك بتقول أنه بيتم التنسيق ما بينكم وبين الهيئة العامة للمرور، وطبعا في تنسيق ما بينكم وبين المسؤولين عن الطقس أو هيئة الأرصاد الجوية، إزاي بيتم التضافر أو إزاي بيحصل التنسيق ما بين الثلاث هيئات، ولو في حد كمان بيتم التنسيق ما بينه، بحيث أن احنا نتكلم في أن احنا نبقى عندنا يعني معرفة مستقبلية بالأماكن اللي ممكن تحصل فيها مشكلة؟ حضرتك، انا طبعا برضه من خلال برنامج حضراتكم بشكر الهيئه العامه للارصاد الجويه سيادة هشام طاحون، خاصه الدكتوره ايمان شاكر مخصصه للاسكندريه بس. نعم. حضرتها على مدار اليوم بتتابعنا بالخرائط وبتتابعنا بالتوقعات، يمكن بعت لنا مثلا من نص ساعه كده بعتت بتقول ان في سحب ركاميه جايه على اسكندريه قدامها حوالي ساعه، وهتلاقي في امطار غزيره في شرق اسكندريه. أيوة. لو في حاجه ثانيه في الغرب بتقول لنا، في الجنوب بتقول لنا، فكل التحيه والتقدير لحضراتهم في هيئه الارصاد الجويه. ولحق كل حاجه الدكتوره ايمان معانا وبتتابعنا على طول، بتبلغنا بتبعت لنا خرائط اول باول. الحاجه الثانيه بالنسبه للمرور، يعني احنا بقول لحضرتك في شبكه لاسلكيه على مستوى المحافظه بالكامل، لو في اي حته فيها اعاقه مروريه المرور بيبلغنا وبيبلغ عمليات المحافظه وبقيه المرافق، بنتصرف على طول، واللي مطلوب له عربيه مطلوب له معده بنبعتها على طول. طبعا التنسيق مع المحافظه وعمليات المحافظه طبعا على مدار الساعه، رؤساء الاحياء وشركات المرافق، شركة النهضة، لا يعني الحمد لله في منظومة جميلة جدا شغالة بقيادة معالي وزير المحافظ هنا في اسكندرية. أكيد، كل الشكر ليك سيادة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. يعني طبعا بنشكر سيادة اللواء على هذه المداخلة، وطبعا يعني بنتمنى يعني كل السلامة لأهلنا في محافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.